الأخ العزيز الأستاذ رضي الموسوي القائم بأعمال الأمين العام لجمعية العمل الوطني، السيدات والسادة قيادات وكوادر وأعضاء وعد، الأخوات والإخوة الحضور، نيابة عن الأمين العام للمؤتمر القومي العربي الأستاذ عبد الملك المخلافي، وبالأصالة عن نفسي وباسم الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي، أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة الأعزاء في جمعية وعد الذين شرفونا بدعوتهم للحضور في هذا الحشد في حدث كبير هو انعقاد المؤتمر العام السابع لجمعيتكم المناضلة في مرحلة هي الأصعب على الإطلاق في تاريخ الأمة المعاصر. لقد أكدت الأحداث التي تمر بها الأمة في كل زوايا وطننا العربي المقهور من مشاريع تفتيت وبعث الهويات الطائفية والقبلية صحة المنطلقات القومية التي نعتبر جمعيتكم المناضلة أهم روافدها النضالية فكرا وممارسة. لقد انطلق الفكر القومي العربي من أن التسليم بالواقع القطري وعدم العمل على تجاوزه بمشاريع تحقق التكامل السياسي والاقتصادي بين أبناء الوطن الواحد الممتد من البحرين إلى طنجة لن يؤدي إلى ثبات الكيانات الوطنية والهويات التي ارتبطت بها، بل أن من شأنه أن يؤدي إذا لم يتدخل الفعل الإرادي الإنساني والمشروع النضالي إلى متواليات تتجه إلى الأسفل، ويكون من شأنها بعث الهويات الناقصة في متتاليات ليس لها نهاية، فتحل الهويات القبلية والطائفية بديلا عن الهوية الوطنية والهوية القومية الجامعة، وذلك هو بالدقة ما يشهده وطننا العربي الآن في كثير من زواياه، حيث القتل بالجملة على الهوية، وحيث الحروب الأهلية تحصد ما تم إنجازه من خطط تنموية ومن مشاريع وبنى تحتية، وأكثر من ذلك أنها قسمت أبناء الوطن الواحد أفقيا ورأسيا على السواء، وفي ظل هذه الانهيارات غابت مفاهيم الحرية والعدل الاجتماعي وغابت وفكرة الوحدة، وتبقى فكرة العروبة التي لكم الشرف أنكم آمنتم بها وعملتم من أجل بث الوعي في وقت مبكر بحقائقها. لقد تكشف أنها مشروع إنقاذ للخروج من حالة التمزق والتيه التي أسهم حتى الآن في مصادرة أكثر من كيان من الكيانات الوطنية التي تأسست بدماء المناضلين والأحرار كما في العراق وليبيا واليمن وسوريا، وقائمة المصروفات مفتوحة. نأمل أن تكون صورة الواقع المرير الذي تمر به المنطقة العربية في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ الأمة حاضرة في مناقشاتكم. أتمنى لمؤتمركم العام التوفيق والنجاح، ونحن على ثقة بوعيكم بالمسؤولية الملقاة على عاتقكم. نتوقع كما عهدنا منكم دائما أن تكون قرارات مؤتمركم وتوصياته منسجمة مع هذه اللحظة، وأن تسهم في تعزيز الوحدة الوطنية والتطلعات المشروعة لشعب البحرين في التحول الديمقراطي وبناء دولة القانون. التحية للمقاومة الفلسطينية الباسلة التي ترفع راية الكفاح عاليا في وجه الغطرسة الصهيونية، والتي تمكنت بسواعدها وإرادتها وبعزيمة لا تلين من هزيمة العدوان الصهيوني الأخير في قطاع غزة. والتحية لكل المقاومات العربية التي تواجه مشاريع التفتيت الاستعمارية. الرحمة والمجد للشهداء، والتحية كل التحية للمناضلين الذين يقبعون في السجون والمعتقلات، والذين يدافعون عن شرف وكرامة الأمة
وعلى رأسهم الأمين العام لجمعيتكم المناضلة الأستاذ إبراهيم شريف. عاشت الأمة العربية.